احنا النهارده هنتكلم على الباتيلو فيمورال جوينت والباتيلو فيمورال انستابيليتي. الموضوع كبير، الموضوع بايخ الى حد كبير لو ما تفهمش. كلنا عارفين ايه هي التستات بتاعه الباتيلو فيمورال انستابيليتي، بس احنا مش عارفين الباتيلر تلت ده يعني ايه، والحاجات دي مش قادرين نفهم الاناتومي كويس. ممكن نبقى عارفين الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت، لكن ما عندناش الكونسبت بتاع الموضوع كله. ان شاء الله هناخد الباتيلو فيمورال ايشو ده كله على بعضه، بس هو طبعا ان احنا نديه في مره واحده هيبقى تقيل على الناس كلها، والناس كلها هتفصل مننا. فانا يعني بعد اذنكم هنديه على 3 مرات. المره دي هنتكلم على الاناتومي والبايومكس ان شاء الله. المره الجايه هنتكلم على الراديولوجي، لان الراديولوجي ده مهم جدا جدا، وهو احد اهم الحاجات اللي بتساعدك في تشخيص. هنتكلم على الباثولوجي برضو المره الجايه، ويعني ايه تروكليار ديسبليزيا، ويعني ايه باتيلا التا، ويعني ايه الانكريز فيمورال انتي فيرجن. النهارده هنتطرق لحاجات صغيره من الحاجات دي واحنا بنتكلم، بس المين هيبقى المره الجايه. ثم بعد كده هنتكلم في اخر مره على ازاي نابلاي الحاجات بتاعتنا دي في الكلينيكال اكزامينيشن، او ازاي نعرف الحاله اللي قدامنا دي ايه سبب الباتيلو فيمورال بين او سبب الباتيلو فيمورال انستابيليتي والمانجمنت او التريتمنت بتاعها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدا الباتيلو فيمورال انستابيليتي. ايه هي البري ريكويزيتس بتاعتنا عشان يبقى عندنا بروبرلي او هيلثي فانكشننج باتيلو فيمورال جوينت؟ اول حاجه ان انا يبقى عندي باتيلو لوكيتد في التروكليار جروف، مستقره في مكانها وما فيهاش اي انستابيليتي سيمتومز. يعني ما يجيش العيان، او اغلبيتهم بنات نساء عيانات 13 14 سنه، تقول لك انا بحس ان 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 ركبتي بتخلى بيا، او كان عظمه الرطفه او عظمه الصابونه دي بتخرج بره التجويف بتاعها وبترد، او بتخلع وترد، او هي وانت بتعمل لها اكزامينيشن بنلاقي ان الباتيلا بتطلع لبره وترد جوه بالجي ساين اللي احنا كلنا عارفينه. اهم بري ريكويزيت للهيلثي فانكشنينج باتيلوفيمورال جوينت ان الباتيلا تبقى لوكيتد في التروكليار جروف من غير اي انستابيليتي سيمتومز. تاني بري ريكويزيت مهم للموضوع ان انا يبقى عندي اكستنسور ميكانيزم بروبرلي فانكشن. ده مهم ان الكواد تبقى كلها كويسه، وان الفاستس ميديالس اوبليكوس تبقى كويسه، وان كل الاكستنسور ميكانيزم يبقى بروبرلي فانكشن. تالت بري ريكويزيت علشان الجوينت ده يبقى هيلثي وبروبرلي فانكشن ان ما يبقاش عندي باتيلو فيمورال بين. يبقى هما 3 بري ريكويزيتس للهيلثي فانكشننج باتيلو فيمورال جوينت. اول حاجه ان الباتيلا تبقى سيتد في التروكليار جروف، لا هي طالعه لاترال ولا هي طالعه بروكسيمال زي الباتيلا التا، ولا هي باتيلا انها الاكستنسور ميكانيزم يبقى بروبرلي فانكشننج، وما عندناش باتيلو فيمورال بين. طب ليه الباتيلو فيمورال جوينت مختلف عن الحاجات الثانيه؟ ليه هو مش زي الني جوينت قادرين نفهمه بسهوله؟ ليه هو مش زي الشولدر جوينت؟ على فكره باتيلو فيمورال جوينت من اكتر الحاجات اللي بتتنشر عليها الايام دي، في كلام كتير جديد. الديسكشن بتاع الاناتومي بتاع المنطقه دي بيختلف يوم عن يوم. لسه الجمعيه الاوروبيه منزله كتاب كامل اسمه باتيلو فيمورال جوينت انستابيليتي، كتاب جديد، وهو ده اللي انا هديه ان شاء الله منه معلومات كتير، ولسه نازل في شهر 5. ان شاء الله ناخد معلومات كتير من اللي موجوده في الكتاب ده، لان في كونسبتس كتير بدات تتغير، في كلام جديد كتير. ما عادش التروكلير تيوبركل تروكلير جروف ديستانس هي المين في الحسابات بتاعتنا. الكلام ده في حاجات كتير قوي اتغيرت، وعشان كده انا اقترحت عليكم ان شاء الله ان احنا ناخد المحاضره على 3 محاضرات علشان نغطي القصه كويس. طيب ليه الجوينت ده مختلف؟ الجوينت ده مختلف علشان هو كومبلكس جوينت. هو ما بين سيساموريد بون اللي هي الباتيلا وما بين جروف. هو مش اكتوال جوينت، هو مش تيبيو فيمر، هو مش ني جوينت، لا هو جزء من ني جوينت، بس هو عباره عن سيساموريد بون بتتحرك على تروكليار جروف.
تاني نقطة، هو ليه مختلف؟ علشان هو فيه multiple contact points. لما الباتيلا بتبدأ إني يحصل لها flexion، بتبدأ الكونتاكت بوينتس اللي على ظهر الباتيلا واللي في التروكلير جروف تتغير مع كل درجة ني flexion، وانت عند زيرو غير وانت عند 30 degree غير وانت عند 60 degree غير وانت عند 90 degree غير وانت عند 120 degree غير وانت قاعد في squat position كامل. فيبقى عندنا multiple contact points، والmultiple contact points دي بينتج عنها joint reaction forces مختلفة مع كل درجة من درجات التانية. تالت حاجة، كل soft tissue structures اللي attached للباتيلا. انت من فوق عندك الكوادريسبس، ومن الجنبين عندك الريتيناكيول، ومن تحت عندك الباتيلو تيبيال، وعندك على المينيسكو تيبيال. فانت عندك كمية soft tissue الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت، عندك كمية soft tissue attached في الجوينت ده وبيأكت عليه كبيرة جدا. فلازم نبقى عارفين كل واحد من دول هو ماسك فين، الاتاتشمنت بتاعه فين، الاناتومي بتاعه فين، وايه اهميته بالنسبه للبايوميكانكس وبالنسبه للسيمتومز بتاعه الجوينت ده. رابع حاجه، الجوينت رياكشن فورسز، لانها زي ما بقول لكم بتختلف مع درجه الني فلكشن وبتختلف مع درجه الكوادريسبس كونتراكشن، وبتختلف على حسب اذا كانت الرجل دي محطوطه على الارض ولا لا. لان احد اسباب الباتيلوفيمورال انستابيليتي العيانين عندهم بيس بلانس، العيانين عندهم فلات فوت، الوضع بتاع الفلات فوت ده بيزود الكيو انجل وبالتالي بيزود اللاتراليزيشن او الكوادريسبس بول اللي على الباتيلا وبيعمل لها لاتراليزيشن زياده، فبيزود الجوينت رياكشن فورس وبالتالي بيزود التندنسي بتاع السبلكسيشن او الديسلوكيشن بتاع الباتيلا. خامس حاجه، ان ده اتخن articular cartilage موجود في جسمنا. مفيش حاجة في جسمنا فيها 7 ملي thickness articular cartilage. وده مهم ليه؟ مهم عشان يعمل dissipation للjoint reaction force اللي موجود عندنا نتيجة الquadriceps contraction. لان انتوا لو متخيلين ان ظهر الباتيلا ده بيغطيه 1-2 ملي articular cartilage، وتخيل ان الكوادريسبس دي مع كل حركه انت بتتحركها، مجرد انك تقوم من الكرسي، مجرد انك تنزل السلم، مجرد انك تركب عربيتك، مجرد ان انت تسجد للصلاه، مع كل خطوه من الخطوات دي الكوادريسبس بتكونتراكت، وبالتالي بتعمل جوينت رياكشن فورس عالي قوي على الجوينت ده. وبالتالي لو ما كانش الثيكنس بتاع الكارتليج هنا مختلف، هتلاقي الجوينت ده دخل في ارثرايتس وهو وسبب سيفير بين وديسابيليتي للعيان. جزء كبير قوي من الخشونه اللي موجوده في بلدنا في عيانين الاوستيو ارثرايتس هي باتيلو فيمورال ارثرايتس، هي واحده من الثلاثه كومبارتمنتس اللي بيحصل فيهم ارثرايتس، ودي كتير قوي في بلدنا. الفيروس والفالجس والحاجات دي مش كتير قوي على قد الباتيلو فيمورال اوستيو ارثرايتس. وعشان كده دي اهميه ان الجوينت ده مختلف. الجوينت ده مختلف علشان هو كومبلكس، علشان في multiple contact points، علشان في numerous soft tissue structures attached للباتيلا، علشان الجوينت رياكشن فورس بتاعه بيختلف على حسب الديجري اوف فلكشن، على حسب الديجري اوف muscle contraction، على حسب الوضع بتاع الالاينمنت بتاع او الالاينمنت بتاع اللور limb والوضع بتاع الفوت على الارض، واخيرا تخانه الارتيكولار كارتج. لو جينا نتكلم على الاوسيس اناتومي هنلاقي ان ده هو عباره عن بلين جوينت نتيجه الارتكيليشن ما بين البوستيريور سيرفيس بتاع الباتيلا والتروكلير جروف بتاع الديستال انتيريور فيمر. ظهر الباتيلا بتاعتنا دي مش مجرد ان هم فيرتيكال ريدج وميديال فاست ولاترال فاست، لا الموضوع مختلف تماما. هم في ميديان ريدج اللي هو في الحته دي، لكن اللاترال فاست بتنقسم الى superior وميدل وانفيريور اللي هم 1 و2 و3. الميديال بتنقسم الى برضه superior وميدل وانفيريور، ومعاهم الاود فاسد. الاود فاسد دي على الميديال سايد، وهي دي الكونتاكت بوينت الوحيده لما بتبقى قاعد على الارض زي قاعده التشهد بتاعت الصلاه. هي دي اخر كونتاكت بوينت بتبقى موجوده في الجوينت ده لما انت بتقعد قاعده التشهد بتاعت الصلاه. يبقى احنا الموضوع ظهر الباتيلا ده مش مجرد ان هم ميديان ريدج وميديال فاست ولاترال فاست، لا
ده كل فاسيت من دول متقسمه لثلاثه. فاحنا عندنا ظهر الباتيلا هو عباره عن 7 فاسيتس، وده ممكن يجي لك سؤال ام سي كيو ان هاو، يعني ممكن يجي لك باي كيفيه عدد الفاسيتس اللي موجوده في ظهر الباتيلا، 2 ولا 5 ولا 7. فانت ممكن لو انت مش عارف المعلومه دي اول حاجه هتتبادر لذهنك ان هم 2، لا هم مش 2 هم 7. خلاص اهم لو بصينا تاني اهي superior lateral facet، الميدل lateral facet، والانفيريور lateral facet، وزيهم medial superior medial facet، medial facet، inferior medial facet، ثم الاود facet. خلاص الباتيلا التلتين الفوقانيين هم الارتيكولار سيرفيس، الانفيريور بارت ده بيسيرف از ان اتاتشمنت او ده الايبكس. احنا كاننا عندنا مثلث مقلوب اهو، القاعده بتاعته فوق وهي دي اللي بتسيرف از ماسل اتاتشمنت، والايبكس بتاعه تحت وهو ده اللي بيسيرف از ان اتاتشمنت للباتيلر تيرن. فاحنا التلتين الفوقانيين بتوع البوستيريور سيرفيس بتاع الباتيلا هو ده الارتكيوليتنج بارت بتاع الباتيلو فيمورال جوينت. لو جينا بصينا على التروكليا، هي التروكليا عباره عن التو فيمورال كوندايلز بالجروف اللي ما بينهم، دي بنسميها اللاترال فاسات بتاعه الديستال فيمر، ودي الميديال فاسات، وبعدين هنا دي الحتت اللي بتارتكيوليت مع البوستيريور سيرفيس بتاع الباتيلا، ويجي لي هنا ريدج محترم جدا جدا اسمه لاترال جروف. ده جروف موجود جوه الكارتلج اللي عنده عضمايه من السكيلتون بتاعنا، يبص عليها كويس هتلاقي ان في هنا ريدج او جروف موجود جوه الارتيكولار كارتلج، وده اللي بيفصل اللاترال فيمورال فاسات من اللاترال فيمورال كوندكت. اللاترال فاسات زي ما انتم شايفين هنا بروجكتنج مور لاترال، عشان دي تاكت از استرات يمنع اللاترال باتيلر سبلكسيشن، لان الجوينت ده معتمد بس على ان الباتيلا داخله في التروكلير جروف. لو ما عندكش الصداده اللاترال دي هيبقى من السهل جدا ان يحصل لاترال باتيلر سبلكسيشن، وعشان كده التروكلير ديسبليزيا هي عدم وجود السالكس ده. وساعات يبقى عندك اللاترال فاسيت ما بتبقاش اعلى واطول وبروجكت مور بروكسيمال عن الميديال فاسيت، وكل ده بيؤدي الى الانستابيليتي، وده هندسكس مع الباثولوجي بتاع الباتيلوفيمورال انستابيليتي. زي ما في واحد على اللاترال سايد الخط الاحمر اللي احنا شفناه ده اللي هو بيفصل اللاترال فاسيت عن اللاترال فيمورال كوندايل، عندنا برضو الخط اللبني على الميديال سايد، وده اللي بيفصل الميديال فاسيت من الميديال فيمورال كوندايل. تمام؟ ساعات الحته دي احنا ما بناخدش بالنا منها في الاناتومي، لكن الحته دي مهمه جدا جدا. برضو زي ما بقول ادي اللاترال فاسيت اللي بتارتكيوليت مع اللاترال باتيلر فاسيتس، ودي الميديال باتيلر فاسيت اللي بتارتكيوليت مع الميديال باتيلر فاسيت، ده اللاترال فيمورال كوندايل بروبر، وهنا بيبقى فيه الخط اللي قلنا عليه او الجروف اللي موجود في الارتيكولار كارت، وهنا ده الميديال فيمورال كوندايل، وهنا بيبقى الخط اللي موجود او الجروف اللي موجود في الارتيكولار كارتليج، وهنا فاينلي طبعا ده الانتركوندلر فوصه بالاتاتشمنتس بتاعه الاي سي ال والبي سي ال فيه. طبعا ده الفيمورال سالكس او الفيمورال. طيب احنا اتكلمنا كده على الباتيلا، اتكلمنا على السيرفيس بتاع الديستال انتيرير فيمر، هنتكلم على التروكلير جروف. التروكلير سالكس ما هو الا كونكيف سيرفيس ليه لاترال وميديال فاسيتس زي ما احنا شايفين، ده الميديال سالكس لاين وده اللاترال سالكس لاين، الانترسكشن بتاعهم هو ده الديبست بوينت اللي بنشوف بيها الدبس بتاع التروكلير جروف بتاعه. زي ما قلنا اللاترال فاسيت هنا بتبقى بروجكت مور بروكسيم واكبر عشان تو بروفايد اباترس او استرات اجينست اللاترال باتيلر سبلكسيشن. الزاويه دي عباره عن اون افريج 138 139 140 في بعض الكتب. لو بقت اوسع من كده يبقى معناها ان دي فقدت الدبث بتاعها، يعني لو الزاويه دي بقت 145، لو الزاويه دي بقت 150، لو الزاويه دي بقت 160، السالكس ده
بقى more or less flat. وبالتالي هو ده نوع من انواع التروكلير ديسبليزيا اللي هنشرحهم، اللي هم الاربع انواع اللي شرحهم ديجور وقال عليهم، اللي هو الاي بي سي دي، الانواع بتاعه التروكلير ديسبليزيا. وكل ما قل الدبس ده بقت الباتيلا عرضه للباتيلر سبلكسيشن والباتيلر ديسلوكيشن. تمام. طب ليه احنا محتاجين سوفت تيشو ستابلايزرز للباتيلو فيمورال جوينت؟ علشان هو شالو جوينت زي ما احنا شفنا، هو مجرد بس التروكلير جروف مع ارتكيوليتنج مع الباتيلا. لو اعتمدنا على ده بس من غير السوفت تيشوز اللي حواليه هيبقى لايبل للسبلكسيشن او الديسلوكيشن. فعشان هو شل وعشان هو نوت بيرفكتلي كونجرنت، عشان هو فيه انكونجرونسي عالي قوي، احنا محتاجين السوفت تيشو ستابلايزرز اللي بتحيط بالباتيلا دي عشان تمنتين الباتيلا جوه التروكلير جروف او جوه التروكلير ساركس بتاع الديستال انتيريور فيه. خلونا ناخدهم كده، فوق دي هتبقى اللاترال سايد، تحت دي الميديال سايد. والبالانس ده مهم، لو البالانس ده لوست ما بين الميديال ستراكشرز واللاترال ستراكشر هيبدا يحصل باتيلر مال تراكنج وهينتج عنه الباتيلو فيمورال انستابيل. طيب على اللاترال سايد انا عندي اللاترال باتيلو فيمورال ليجمنت، عندي الجوينت كبسول، عندي الاليوتيبيال باند، وعندي اللاترال ريتيناكل. انا عندي اربع ستراكشرز على اللاترال سايد. على الميديال سايد انا عندي برضو اربعه ستراكشرز، بس اهمهم اثنين، الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت اللي هو الحاجه الشهيره اللي كلنا بنتعلم العمليه بتاعتها علشان لو جات لنا اي حاله باتيلر انستابيليتي على طول نروح رايحين عاملينها، او العمليه الاسهل وهو ان احنا نعمل لاترال ريليز. انا لسه من شهر كنت عامل عمليه العيانه عملت ثلاثه لاترال ريليزز والباتيلا بتاعتها بتخلع، محدش شاف الالاينمنت ولا الروتيشنال بروفايل بتاعه العينه دي، والقصه كلها ان العينه دي لما اتعمل لها ديستال فيمورال دي روتيشن اوستيوتومي الموضوع بقى ستابلايز، ما قربتش خالص للميديال باتيلو فيمورال ليجمنت، كانت القصه بتاعتها ليمب مال الالاينمنت. عملت ثلاثه ريتيناكولار ريليز، والمره الثالثه اتقالها ان احنا عملنا ميديال باتيلو فيمورال ليجمنت. طبعا انا بصيت ولا لقيت جرافت متاخده ولا لقيت اي حاجه ولا لقيت حتى كوادريسبس تيرن داون جرافت، ما لقيتش اي حاجه خالص معموله لها ولا في ايفيدنس المسامير ولا اي حاجه. بس هي العمليه السهله زي الشولدر كده، السب اكروميال دي كومبريشن هو اسهل عمليه فاحنا ممكن نعملها لكل الناس. لا بالذات عيانين الباتيلو فيمورال جوينت لازم تبقى مركز قوي في التشخيص بتاعك، لازم تبقى مركز قوي في نوعيه العمليه اللي انت هتعملها للعيان دوت، لانك ممكن تعمله ثلاث او اربع عمليات وكلهم ينتهوا للاسف بالفشل. فاحنا الاستاتيك ستابلايزرز الموجودين عندنا لازم نبقى عارفينهم، على اللاترال سايد اللاترال باتيلو فيمورال ليجمنت، الجوينت كبسول، الاليوتيبيال باند، اللاترال ريتيناكيلوم. على الميديال سايد عندنا اربع ستراكشرز بس اهمهم طبعا الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت والميديال منسكو باتيلر ليجمنت. تعالوا نبص هنا الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه. دي الباتيلا اهي، دي الميديال سايد، ده الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت، والميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت. في حته من الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت بتبقى اتاتش للكوادريسبس تندون، ودي بيسموها الميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت. خلاص. وتحت في الميديال باتيلو منسكال ليجمنت، دي الميديال منسكس اهي، ودي الميديال فيمورال كوندايل اهي، وهنا الايبي كوندايل طبعا، دي الفاستس ميدياليس، والحته اللي مختلفه في اللون وفي اتجاه الفايبرز دي اللي هي الفاستس ميدياليس اوبليكوس. اوكي، فدي الفاستس ميدياليس اهي، الحته اللي بدا شكل الفايبرز واتجاهات الفايبرز تتغير هي دي الفاستس ميدياليس اوبليكوس. تمام. ده طبعا الكوادريسبس تندون، احنا كده واخدين كل الاستراكشرز اللي على الانتيريور اسبكت بتاع الني، واخدينها ميديال، قلبينها ميديال. دي الباتيلا وده الميديال بوردر بتاع الباتيلا، ده اللاترال بوردر بتاع الباتيلا، ده الايبكس بتاع الباتيلا، وده البيز بتاع الباتيلا، ده الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت، وده الميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت. ده اللي بيتسمى ميديال باتيلو
femoral capsule. اوكي تاني دي الفاستس ميديالس اوبليكوس ده هنا ساجيتال فيو هنا الادكتور ماجنس راح للادكتور تيبركل هذا الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت والميديال باتيلو منسكال ليجامنت ودي طبعا الباتيلا ده الميديال سايد بتاع الباتيلا معلومات ممكن جزء منها يكون جديد فعشان كده هنعيد ونزيد في الموضوع علشان الناس يركز في دماغها الجزء ده في الاناتومي لانك لو فهمت الجزء ده في الاناتومي بقى بعد كده العمليات والمانجمنت وايه اللي بيتعمل هيبقى اسهل كتير. طيب الميديال باتيلر ريسترين احنا قلنا في حاجات على اللاترال سايد وفي حاجات على الميديال سايد هنتكلم الاول على الميديال سايد لان ده مهم جدا في الاستابيليتي بيقسموهم لمجموعتين بروكسيمال وديستال. البروكسيمال هم اثنين الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت والميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت اللي احنا شفناهم هنا اهم تمام دول البروكسيمال مين الديستال ده اللي هو الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت والميديال باتيلو منسكال ليجامنت خلاص ده الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت ماسك تحت الارتيكولار سيرفيس خلاص اهو وده الميديال منسكس اهي وطالع منها الميديال باتيلو منسكال ليجامنت هنا فوق بروكسيمال الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت والميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت يبقى احنا عندنا اربعه متقسمين لاثنين مجموعتين المجموعه البروكسيمال بروكسيمال ميديال ريسترين اللي هم اهمهم طبعا الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت والميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت تحت ديستال ميديال باتيلر ريسترين الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت والميديال باتيلو منسكال ليجامنت اهميتهم ايه او اهميه الميديال باتيلر ريسترين دي ايه انها تمنع الاكسسيف لاترال ترانسليشن في الدرجه اللي من 0 ل 30 اللي هي قبل ما الباتيلا تانجيج التروكلير سلكس تمام فدي اهميه الميديال باتيلر ريسترين اهم صوره اوضح تاني اهي ده الباتيلا ده الميديال سايد ده البروكسيمال ميديال ريسترين اهو الميديال باتيلو فيمورال والميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت تحت الديستال ميديال ريسترين اللي هي الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت والميديال باتيلو منسكال ليجامنت تمام هنا بقى دي مهمه الصوره الاناتومي دي اللاترال فيو ده مهم جدا لان هو ده هيوري لك الاتاتشمنت سايتس بتاعت كل الحاجات اللي على الميديال سايد الميديال سايد بيلخبط ناس كتير قوي لان في حاجات كتير قوي اتاتش فيه طيب احنا اول حاجه عندنا الادكتور ماجنس تندون اهو نازل يمسك عند الادكتور تيوبركل الميديال ايبيكوندايل اهي وماسك فيها سوبرفيشال ام سي ال الميديال هيد بتاعت الجاستروكنيميس راحه للجاستروكنيميس تيوبروسل والام بي اف ال ماسك في الاريا اللي ما بين الادكتور تيوبركل و الجلوتيال تيوبروسلي ميد واي ما بينهم ما بين الميديال ايبيكوندايل والادكتور تيوبركل عشان الحته دي برضو فيها كلام كتير فيها كلام كتير بدا يتجدد لا هي مش الشوتيليه بوينت لكن احنا لحد النهارده كلنا شغالين على الشوتيليه بوينت لان كل الاستاديز هي اللي معتمده على الشوتيليه بوينت الشوتيليه بوينت دي ما تقلقوش هنقولها كويس قوي 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 في حته الراديال خلاص احنا فهمنا هنا الميديال سايد بتاعت الجوينت الحته اللي على الميديال سايد دي كلها فيها ايه فيها الميديال سترين اللي بيتقسم لحته بروكسيمال وحته ديستال ودي الاتاتشمنتس بتاعه الاستراكشرز اللي على اللاترال اسبيكت بتاع الميديال اسبيكت بتاع الديستال فيه هنتكلم عن اهم واحد فيهم وهو ده العمليه الاساسيه اللي بتتعمل لعيانين الباتيلر انستابيليتي الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت بصوا الفاستس ميديالس نازله له ازاي وبصوا هو هنا رايح ناحيه الادكتور تيوبركل لكن هو مش ماسك اكشولي في الادكتور تيوبركل الاوريجن بتاعه من الميديال فيمورال كوندايل ميد واي ما بين الميديال ايبيكوندايل والادكتور تيوبركل الانسرشن بتاعه رايح عشان يمسك في النص الفوقاني السوبيريو ميديال اسبكت بتاع الباتيل وبيدي اكسبانشن منه في الكوادريسبس تندون اللي هي سميناها احنا ايه الميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت هو جزء من
الميديال باتيلوفيمورال ليجامنت، لكن اتسمى علشان هو رايح يمسك في الكوادريسبس تندون بالاسم الثاني اللي هو الميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت. لو بصينا عليه ده هنلاقي ان هو فان شيب، البيز بتاعه واسع عند الباتيلا تقريبا حوالي 2.5 سنتي، ويروح ناحيه الانسرشن بتاعه على الفيمر حوالي 12 مللي، طوله تقريبا حوالي 5.5 سنتي، واهميته ان ده مسؤول عن 50 ل 60% من الباتيلر ستابيليتي اجينست اللاترال ترانسليشن، فين في الزاويه من 0 ل 30 ديجري اوف فليكشن اللي هم اول الفليكشن بتاع الني قبل ما الباتيلا تبدا تخش في التروكليير سلكس وتبدا تثبت جوه. زي ما انتم شايفين هنا ادي الميديال ايبيكوندايل، وهنا الاتاتشمنت بتاع السوبرفيشال ميديال كولاتري، هنا الادكتور تيوبركل والانسرشن بتاع الادكتور ماجنس، هنا الجاستروكنيوس تيوبركل والميديال هيد اوف جاستروكنيوس، وهنا ده مكان الام بي اف ال زي ما قلنا ميد واي ما بين الايبيكوندايل وما بين الادكتور تيوبركل. برضو الكلام بيختلف شويه لكن هو ده الموست كومن سايت بتاع الاتاتشمنت بتاع الاستاديز بتاعته دلوقتي. نفس الصوره اللي احنا عرضناها قبل كده علشان نراجع الكلام اللي احنا قلناه، ده الجزء العلوي من الام بي اف ال اللي رايح يمسك في الكوادريسبس تندون زي ما انتم شايفين اهو، اهو جزء رايح يمسك انسرشن في الكوادريسبس تندون نفسه، والجزء الثاني رايح يمسك فرانكلي في الباتيلا. وعشان كده بسبب الاتاتشمنت بتاع الحته دي هم فكروا في التيرن داون فلاب، انك تاخد حته من السنترال بارت من الكوادريسبس تندون او الميديال بارت بتاع الكوادريسبس تندون وتاخدها وتقطعها وتقلبها ميديال وتخيطها على الباتيلا وتمسكها هنا في الفيمورال كوندايل من غير ما تاخد سيمي تندينوزس او جراسيلس من مكان الهارفست بتاع الاي سي ال وتعمل بيهم التندون داون. البروسيدور ده اسهل كتير قوي لان هو من نفس الجرح تقريبا، هتاخد حته من الكوادريسبس تندون الميديال اسبكت بتاعها تعمل ميديال تيرن داون فلاب وتاخد دي وتقلبها تخيطها بورزتين هنا على البري اوستيوم بتاع الانتيريور باتيلا علشان ما بتشرمش منك وما تنزلش لتحت منك، تاخدها باثنين ستي سوتشرز وبعدين تاخدها بمنتهى السهوله تثبتها في الديستال فيمر. ده اللي احنا بنقول عليه اللي هي الشوتليه بوينت، وهنشرحها كويس قوي في الراديولوجي ونقول الخطين دول مين، الكلام ده كله هيجي في الراديولوجي. اوكي طيب الديستال ميديال باتيلر ريستريم، احنا قلنا في اتنين بروكسيمال وشرحناهم، دلوقتي في اتنين ديستال، الميديال باتيلو منسكال ليجامنت والميديال باتيلو تيبيال ليجامنت. الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت ده موجود في السكند لاير في الميديال اسبكت بتاع الجوينت، اتاتش فين؟ اتاتش في الانفيريور ميديال بوردر بتاع الباتيلا تحت المكان الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت ما هو اتاتش، حوالي 3 ل 4 مللي من الديستال بول او الانفيريور بول بتاع الباتيلا. ويمسك فين في التيبيا؟ هينزل على التيبيا لحد ما يمسك في الميديال تيبيال تيوبركل حوالي 3 سم ونص تحت الارتيكولار سيرفيس، طوله تقريبا حوالي 40 50 مللي حوالي 4 5 سم، والعرض بتاعه حوالي 7 ل 9 مللي في العرض. الفانكشن بتاعه هو سكندري ستابلايزر لللاترال ترانسليشن، في الاكستنشن بيساهم بحوالي 26% من الاستابيليتي اللي على الميديال سايد وحوالي 50% عند 90 ديجري فليكشن. تاني علشان ما انتهش من بعض، ادي الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت اهو، الميديال باتيلو تيبيال قصدي ليجامنت اهو، بصوا ماسك على الانفيريور بول وماسك هنا تحت في الميديال تيبيال تيوبركل اللي حوالي تقريبا سنتي ونص 13 مللي من الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبي. التاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي الميديال باتيلو منسكال ليجامنت اهو، ده الديسكشن الكاديفر مش مجرد رسمه، الكلام ده موجود فعلا في الحقيقه، ولو عملنا ديسكشن بروبرلي لكاديفر هنلاقيه موجود اهو. دي الجيردس تيوبركل ماسك فيها الايليو تيبيال باند، هنا الميديال تيبيال تيوبركل ماسك فيها الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت، ودي الميديال منسكس ماسك فيها الميديال باتيلو منسكال ليجامنت.
لما شدينا وقلبنا كل حاجه ميديالي اهو، ادي الميديال باتيلو منسكال ليجامنت ماسك في الميديال منسكس، ادي الميديال باتيلو تيبيال نازل ماسك في الميديال تيبيال تيوبركل، ادي الام بي اف ال وماسك في الميديال الاسود بتاع الفيبر. اوكي، برضو صوره ثانيه علشان توضح لنا القصه فين، اهو الباستس ميدياليس اهي، وادي الميديال باتيلو منسكال ليجامنت، وادي الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت، وادي الباتيلا، وادي الام سي ال ماسك اهو. خلاص دول اهو الباتيلا هنا عشان الناس ما تروحش من هنا، الباتيلا هي يا جماعه تمام، ادي الميديال باتيلو منسكال ليجامنت، وادي الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت اهو، وادي الام بي اف ال، وادي الفاستس ميدياليس تمام. وهنا طبعا البيس اند سيرينس اهم الاس جي اس، وده الميديال كولاترال. طيب الميديال باتيلو منسكال ليجمنت ده موجود فين؟ ده في اللاير الثالثه. الميديال باتيلو تيبيال ليجمنت موجود في اللاير الثانيه، ده موجود مور ديب في اللاير الثالثه. الباتيلر انسيرشن بتاعه في الانفروميديال اسبيكت بتاع الباتيل جاست بروكسيمال، اعلى من الميديال باتيلو تيبيال ليجمنت. المينيسكال اوريجن بتاعه من الانتيرير هورن او التقاء الانتيرير هورن بالبادي بتاع الميديال منسكس. اهميته طبعا ان هو بيمنع اللاترال سبلكسيشن في التيرمينال اكستنشن، وبيمنع او بيريزيست اللاترال باتيلر تلت عند 90 ديجري فليكشن. لو بصينا على الجدول ده عشان ما ننتهش من بعض، هو ده شيء ده كاديفيك ستادي شافوا هو الكونتريبيوشن بتاع السوفت تيشو ستراكشرز للاستابيليتي. لقينا طبعا اهم واحد الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت في الدرجات المختلفه من الني فلكشن، يبقى هو في كل الكاديفيك ستاديز دي هو اللي واخد اعلى سكور، وعشان كده هو اهم واحد، وعشان كده هو ده الاساس اللي احنا بنعمل بيه ريكونستراكشن. خلصنا الميديال سايد، هنتكلم على اللاترال سايد. طيب ايه هي اللاترال باتيلر ريستريند اللي موجوده عندنا؟ اول حاجه زي ما قلنا الاليوتيبيال باند نازله ماسكه في الجوردس تيوبركل الفاستس لاتراليس تمام. بعد كده زي ما احنا عندنا ميديال باتيلو فيمورال ليجامنت، عندنا لاترال باتيلو فيمورال ليجامنت، وعندنا لاترال باتيلو تيبيال ليجامنت زي اللي موجود على الميديال سايد، وعندنا لاترال باتيلو منسكال ليجامنت برضه زي اللي موجود على الميديال سايد. طب ايه الفرق؟ انت مجرد ان انت هتشيل الميديال وهتحط اللاترال، لكن هنا مفيش ميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجامنت اللي هو يفرق عن الاربعه ستراكشرز اللي قلنا عليهم على الميديال سايد اللي هم فيهم اثنين بروكسيمال وفيهم اثنين ديستال. يبقى كل الليجمنتس اللي انت حفظتها على الميديال سايد حطها، بس غير مكان الميديال حط لاترال، ما عدا ان انت ما عندكش ميديال كوادريسبس تندون فيمورال ليجمنت اللي هو حته من الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت اهو. زي ما احنا بنقول ادي اللاترال باتيلو فيمورال ليجمنت اهو، وادي اللاترال باتيلو تيبيال ليجمنت اهو، وادي الاليوتيبيال باند المفروض نازل ماسك هنا، والفاستس لاترال زي ما احنا عندنا زي ما قلنا اهو في لاترال باتيلو تيبيال ليجامنت وفي ميديال باتيلو تيبيال ليجامنت اهو. زي ما قلنا على اللاترال سايد ادي الثلاثه ستراكشرز وموجودين زيهم على اللاترال سايد. طيب كده خلصنا ايه اللي موجود على الميديال وايه اللي موجود على اللاترال واهميه كل واحد من دول والاتاتشمنتس بتاعه الموست كومن في الحته دي. نتكلم بقى ايه هي الاستابيلايزرز بتاعه الباتيلو فيمورال جوينت. الاستابيلايزرز بتنقسم لقسمين ستاتيك ودايناميك. ستاتيك دي الحاجات الثابته اللي ما فيهاش ماسل كونتراكشن، الدايناميك دي الحاجات اللي فيها ماسل كونتراكشن. طيب الاستاتيك اهمهم الميديال باتيلو فيمورال ليجامنت طبعا، ومعاه الميديال باتيلو تيبيال ليجامنت، اللاترال ريتيناكيولم، شكل التروكليا، التروكليا جيومتري، الباتيلر شيب، شكل الباتيلا نفسها، الباتيلر هايت اذا كانت التا ولا باجو، الليمب الاينمنت اللي هي الكيو انجل، والفيمورال انتيبرشن، ثم الدايناميك ستابلايزر. الدايناميك ستابلايزرز هي العضلات اللي بتحيط هذا المفصل اللي هم الكوادرسبس، البايسبس فيموريس والبيس انسيرنس، وكل الحاجات دي بتساعد بالكونتراكشنز بتاعتها وبالاكشنز بتاعها انها تحافظ على
الباتيلر الاينمنت مظبوط. الفاستس ميدياليس اوبليكوس طبعا ليها رول مهم وليها ميكانيكال ادفانتج انها بتبروموت الميديال ستابلايزنج فورس بتاع الباتيلا اللي منحها اجينست اللاترال باتيلر سبلكسيشن. كده خلصنا الجزء الاناتومي، هنتكلم على البايوميكانكس. معلش الجزء ده بايخ شويه، خلونا نركز مع بعض فيه علشان هنفهم يعني ايه، يعني ايه لما بعمل باتيلر تلت، يعني ايه لما بعمل باتيلر جلايد، اللي هي الكلينيكال اكزامينيشن بتاعك اللي انت كلنا بنحفظه. انا شخصيا حفظته ايام الماستر. كده اللي هو حفظت اسامي وخلاص، ودخلت حاططها في دماغي، ولو حد سالني عليها هدلقها، لكن انا مش فاهم البايوميكانكس اللي وراها. عشان كده الجزء البايوميكانكس ده مهم، هنحاول ناخده واحده واحده ونكرر فيه كتير علشان الناس توصل لها المعلومه. ايه هي اهميه الباتيلا، او هي ايه مين الباتيلا دي؟ الباتيلا دي سيسامويد بون، هي عباره عن ميكانيكال بولي، مجرد عارفين البولي اللي هي الحلقه اللي بنعدي الخيط من حواليها او الروب من حواليها، هي عباره عن ميكانيكال بولي في الكوادريسبس تندون، وعشان كده يبقى ليها المقدره انها تغير الدايركشن بتاع الاكستنشن فورس اللي بتحصل من الكوادريسبس تندون في خلال الرينج اوف موشن بتاع الروب. تاني حاجه هي بوني شيلد، مصد او سد ان التروكليا جروف تتخبط او تتجرح، لان الحته دي الكارتليج اللي فيها ضعيف جدا جدا، ومن السهل جدا ان هو يتاكل، ومن السهل جدا انه يؤدي الى باتيلوفيمورال ارثريتس. ثالث حاجه الباتيلا دي مش على طول لازقه على الفيمر، فالكوادريسبس تندون ماسك فيها، وده بيخليه الباتيلا دي تمنع الفريكشن ما بين الكوادريسبس تندون والديستال فيمر. يبقى الفانكشنز بتاعت الباتيلا واهميه وجود الباتيلا مش مجرد انها سيسامويد بول، لا دي بولي مهمه علشان تغير الاكستنشن فيكتور او البول فيكتور بتاع الكوادريسبس تندون في خلال الرينج اوف موشن بتاع الركبه، بتاكت از بوني شيلد، كانها مصد او سد عظم يمنع اي حاجه تخبط في التروكليا ويحميها. تالت حاجة انها بتمنع الفريكشن ما بين الكوادريسبس تندون والفيمورال كوندكت. الاستاتيك الاينمنت اللي هو ما فيهوش اي مسل كونتراكشن بيعتمد على ثلاث حاجات، بيعتمد على الدبس بتاع الفيمورال سالكس اللي احنا قلنا عليه في الاناتومي، تاني حاجة الهايت والبروجكشن بتاع اللاترال فيمورال كوندايل زي ما قلنا انها بتبقى بروجكتنج مور بروكسيمالي بحيث انها تبقى مصد اجينست اللاترال باتيلر سبلكسيشن، عشان كده لما دي بتبقى ديفيشنت طبعا بيحصل باتيلر سبلكسيشن. ثالث حاجه الشكل بتاع الباتيلا بتاعتها والهايت بتاعها. لما الركبه بتبقى فول اكستنشن الباتيلا بتبقى مش ملامسه او ما لمستش او ما دخلتش في التروكلير سالكس، و واقفه ميد واي ما بين التو فيمورال كوندايلز. في الوضع ده الباتيلا بتبقى سوبيريور، اعلى من التروكليا، وهنا بيبقى اقل منطقه فيها كونتاكت ما بين الباتيلا والتروكليا، وعشان كده وضع الاكستنشن ده هو اكتر وضع الباتيلا فيه موبايل، وهو ده اكتر وضع. عشان كده واحنا بنعمل الاكزامينشن، واحنا بنعمل الاكزامينشن للعيان دوت والعيان في ني فليكشن، ولا بنعمله والعيان سوباين والني اكستندد عشان اعرف اعمل له الباتيلر جلايد، واذا كنت هعمله الابريهنشن تيست، واذا كنت هعمله الباتيلر تلت. يبقى انا بعمله في الوضع بتاع الفول اكستنشن لان ده الوضع الوحيد اللي الباتيلا فيه بتبقى فوق التروكليا، مش داخله جوه التروكليار سالكس، علشان كده هي بتبقى مور موبايل، وفي الوضع ده هي اقدر اعمل لها اكزامينيشن بروبرلي، وهو ده اكتر وضع في اقل كونتاكت اريا ما بين الباتيلا والتروكليا. طبعا نقطه مهمه جدا الكيو انجل، يا ريت نبقى فاهمين ان الكيو انجل مش مجرد اللاين اللي هو من الانتيريور سوبيريور ايليك سباين لحد النص بتاع الباتيلا، وبعدين اللاين اللي هو طالع من التيبيال تيوبروستي للنص بتاع الباتيلا، الانترسكشن ده الكيو انجل. الكيو انجل ده بيمثل الفيكتور او اللاترال فيكتور بتاع الكوادريسبس تندون بول. خلاص هو مش مجرد اللاين ده، لا اللاين ده هو عباره عن الفورس لاين بتاع الكوادريسبس تندون، هو ده الخط الشد او الليترالايزنج فورس اللي موجوده اكزرتد على الباتيلا.
الانجل دي نورمالي 10 درجات تقريبا في الولاد، حوالي 15 درجه في البنات. كل ما الكيو انجل دي زادت ده معناها ان في اكسسيف فورس اكزرتد على الباتيلا، وان في فورس جامده بتشدها على اللاترال سايد وتعمل لها سبلكسيشن او ديسلوكيشن. تمام. نورمالي الصوره الوسطانيه دي هو ده النورمال بوزيشن بتاع الباتيل، الصوره اللي في الوسط. هنلاقي ان الانفيريور بول هنا بيبقى اعلى شويه من الابر سيرفيس بتاع الجوينت لاين او عليه. لو علينا عنه دي بقى اسمها باتيلا التا او هاي باتيلا، واذا نزلنا عنه دي بقى حاجه اسمها الباتيلا باجا او باتيلا باها اللي هي يعني لو باتيلا. طيب الباتيلر هايت ده بيعتمد على ان احنا واحنا عاملين 20 ل 30 ديجري فليكشن واخدين لاترال فيو اكس راي، وده هنشرحه تاني في الراديولوجي. الايبكس بتاع الباتيلا ده بيبقى عند او اعلى سن من الجوينت لاين، وفي كذا ايكويشن بنقيس بيهم الباتيلر هايت، فيها اشهرهم طبعا الانسال سالفيتي. لكن الانسال سالفيتي ليها مشكله ان الانسال سالفيتي بتعتمد على الباتيلر تندون لينث او الباتيلر تندون هايت. المشكله في ايه؟ المشكله العيانين عندهم اوزجر شلاتر، انت مش عارف هو ماسك في انهي حته، فانت مش قادر تيجي على الاكس راي وتقول هي دي اخر الاتاتشمنت بتاع الباتيلر تندون على التيبيال تيوبروستي او تيبيال تيوبركل. تاني حاجه الانفيريور بول بتاع الباتيلا هنا منطقه عريضه قوي، طب هو ماسك هنا ولا ماسك طلع لحد هنا، ولا هو لف لحد قدامه ومسك في البريوستيوم من قدام؟ عشان كده الناس اللي انتقدت الانسال سالفيتي قالوا ان في مشكلتين، المشكله الاولانيه خاصه بالاوزبت شلاتر والمشكله الثانيه خاصه بالاتاتشمنت على الانفيريور بول بتاع الباتيلا. لكنه من واحده من الاندسيز اللي احنا بنستخدمها عشان نشوف الهايت، هو عباره عن الايكويشن اللي ما بين طول الباتيلر تندون والباتيلر هايت او طول الباتيلا اللي هو ماسك بين السوبيريور بول للانفيريور بول بتاع الباتيلا عند 30 ديجري فليكشن. الطبيعي ان ده بيساوي واحد. المسافه الاحمر دي على مسافه الاصفر دي المفروض النورمال اندكس بتاعها واحد. لو لقيناه اقل من 0.8 يبقى دي معناها ايه؟ ان دي انفيريور باتيلا، دي نازله لتحت. ليه؟ لان طول الباتيلر تندون هنا اقصر من طول الباتيلر هايت. فدي تبقى اسمها انفيريور باتيلا او باتيلا باه. لو اكتر من واحد واحد من عشرة، واحد واثنين من عشرة، دي اسمها الباتيلا التا، ودي معناها انها سوبيريور في البوزيشن بتاعها. وكون انها سوبيريور في البوزيشن بتاعها معناها انها ما بتخشش التروكلير سالكس بدري مع الني فليكشن، وده بيخلي العيان اللي عنده باتيلا التا الباتيلا بتاعته مور لايبل انها تحصل لها لاترال باتيلر سبلكسيشن قبل ما، لانها مستواها عالي قوي، فكل ما الركبه تبدا تتني بتبقى لسه الباتيلا ما دخلتش التروكلير سالكس، وده بيخليها مور لايبل فور لاترال باتيلر سبلكسيشن. ده الكاتون دي شومب، ده برضه هنشرحه المره الجايه. بس ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الديستنس دي اللي هي من اخر الارتيكولار سيرفيس للابر سيرفيس بتاع التيبيا، مش معتمد على الباتيلر تندون كله. الباتيلر تلت نورمالي الباتيلا لو هي بالانسد من البول من على الميديال سايد قد البول من على اللاترال سايد قد البول من السوبيريور اسبكت قد البول من الانفيريور اسبكت، ده بيبقى الوضع بتاعها. خلاص؟ وطبعا بما انها سنترد هتبقى ما يبقاش فيها روتيشن سوبيريور انفيريور ولا ميديال لاترال. يعني ايه اللاترال تلت او اللاترال باتيلر كومبريشن سندروم؟ نحفظ الكلمه دي اللاترال باتيلر كومبريشن سندروم، لان ده هيبقى واحده من السندرومز اللي احنا هنتكلم عليها في الباتيلوفيمورال بين والباتيلوفيمورال انستابيليتي. ان هنا حصل لاترال بول عالي قوي 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 على اللاترال اسبكت بتاع الباتيلا، نتج عنه انها بدل ما تبقى بالانسد من ناحيتين، لا ده في بول عالي قوي من على اللاترال سايد عمل اليفيشن من على الميديال سايد، فالميديال بوردر هنا بقى اعلى من اللاترال بوردر، وحصل كده lateral patellar compression syndrome. الباتيلر روتيشن، الروتيشن ده معتمد على الاتاتشمنت تحت في التيبيال تيوبروستي. يبقى انا عشان الباتيلا دي تروتيت ميديال او تروتيت لاترال، ده معناها ان التيبيال تيوبروستي
هنا اتحركت والتيبيال تيبروسي هتتحرك ازاي؟ تتحرك في اللاترال تيبيال تورشن او الاكسترنال تيبيال تورشن. يبقى الباتيلا روتيشن هو المقصود بيه ان الباتيلا دي ما عادتش سنتر فوق، لا دي بقت لاترالي ديسبليسد لو البول من تحت، او ميديالي ديسبليسد لو البول ميديال، وده بيبقى معتمد على الاتاتشمنت بتاع الباتيلر تندون في التيبيال تيبروست. طيب هنتكلم على الديناميك كاينماتكس او الباتيلر تراكنج، وده نقطه مهمه جدا. الباتيلا وهي بتتحرك بتعتمد على كذا عامل، بتعتمد على الماجنيتيود بتاع الكوادريسبس كونتراكشن، على الاكستنسبيليتي او قدره السوفت تيشوز اللي حواليها انها تتمدد ويبقى في بالانس ما بين الميديال سايد واللاترال سايد، تعتمد على الجيومتري بتاع الباتيلا والتروكلير جروف. يبقى الباتيلر تراكنج اللي احنا في انتيتي او في لفظ هنقوله المره الجايه، الباتيلر مال تراكنج. مال تراكنج يعني تراكنج مش طبيعي. الباتيلر موفمنت بتعتمد على الماجنيتيود بتاع الكوادريسبس كونتراكشن، معتمده على الجيومتري بتاع الباتيلا والتروكلير جروف، ومعتمده على الاكستنسبيليتي والبالانس اللي موجود في السوفت تيشوز اللي حوالين الباتيلا. الباتيلا ليها اربع حركات. اول حاجه سوبيريور انفيريور جلايد، خلاص. السوبيريور جلايد بيسموه باتيلر اكستنشن، وده ليه علاقة بالتيبيو فيمورال اكستنشن. والانفيريور جلايد ده بيسموه الباتيلر فليكشن، وده ليه علاقة بالتيبيو فيمورال فليكشن. يبقى السوبيريور والانفيريور جلايد او اللي بيسموهم باتيلر اكستنشن وباتيلر فليكشن، ودول لهم علاقة بالتيبيو فيمورال اكستنشن وفليكشن. ليها موفمنت ميديال وليها موفمنت لاترال اللي بيسموهم ميديال ولاترال جلايد. في الميديال تلت واللاترال تلت، وقلنا دول اللاترال لما بقى فيه لاترال تلت ده بيعمل لاترال باتيلر كومبريشن سيندروم، والميديال روتيشن واللاترال روتيشن وقلنا علاقتهم بالاتاتشمنت بتاع الباتيلر تندون على تيبيال تيبروستي، وتيبيال تيبروستي دي هتتحرك لاترال لما يبقى عندنا اكسترنال تيبيال تورشن. اعتقد ان مع شرحنا ده احنا فهمنا يعني ايه باتيلر تلت، يعني ايه باتيلر روتيشن، يعني ايه باتيلر جلايد، يعني ايه ميديال ولاترال جلايد وسوبيريور وانفيريور جلايد. لان الكلام ده لو انت مش متخيله او انت مش فاهمه بقى الابلكيشن بتاع الكلينيكال اكزامينيشن وبقى التستات المختلفه اللي احنا هنقعد نقول ونعيد فيها ملوش اي لازمه لو انت مش متخيل يعني ايه تلت، يعني ايه جلايد، يعني ايه روتيشن. الباتيلر تراكنج في حاجه اسمها الاوبن تشين. في الاوبن تشين ان المفصل مفتوح او التشين بتاعه الجوينت نفسها مفتوحه، الباتيلا بتفولو الموشن بتاع التيبيا لان الباتيلر تندون ماسك في التيبيال تيبروست. يبقى الباتيلا دي هتبدا تجلايد انفيريرلي مع الني فليكشن، وهتبدا تجلايد سوبيريرلي مع الني اكستنشن، تمام. يبقى الباتيلا الجلايد بتاعها سوبيريور وانفيريور معتمد على حركه التيبيو فيمورال جوينت. لما هيحصل اكستنشن هيحصل سوبيريور جلايد، لما هيحصل فليكشن هيحصل انفيريور جلايد. لو بصينا هنا وبصينا هنا، ده الديستال اسبيكت بتاع الانتيريور فيمور وده الباتيلا. لو بصينا هنا بصوا البوينتس دي وبصوا الماركس هنا. عند 120 ده السوبيريور اسبيكت بتاع الباتيلا وده الانفيريور اسبيكت. ده عند 120، ده عند 90، ده عند 60، ده عند 30. طب نجي على التروكلير سالكس كده نشوف، ده 30، ده 60، ده 90، ده 120. يبقى العلاقه عكسيه. النقطه اللي هتنجيج اول واحده هنا اللي هي الموست انفيريور بارت على البوستيريور سيرفيس بتاع الباتيلا، هي هتبقى الكورسبوند ليها اعلى حته في التروكلير سالكس. لما نوصل لل 60 ديجري يبقى دي 60 ديجري، ويبقى دي 60 ديجري من تحت في البوستيريور سيرفيس بتاع الباتيلا. لما دي تبقى 90 ديجري هتبقى على اعلى قرب اعلى حته من الباتيلا، وفي نفس الوقت قدامها
اوطى حته على التروكلير سالكس، ثم عند الاكستريم اللي هي ال 120 ديجري او ال 130 ديجري، دول اخر حتتين اللي هم اعلى حتتين على البوستيريور اسفل بتاع الباتيلا. يبقى مع الني فليكشن الارتكيليتنج سيرفيسز او الكونتاكت بوينتس بتاعت الباتيلا بتختلف مع كل ديجري فليكشن. مع 30 ديجري بتبدا تنجيج باوطى حته فيها الانفيريور موست بوينت على الارتكيولار سيرفيس اللي هي هتميت الموست سوبيريور بوينت على التروكليال سالكس. زي ما احنا شايفين ادي الموست سوبيريور بارت على التروكليال سالكس اهي، ودي الموست انفيريور بارت اللي هم عند 30 ديجري فليكشن. كل ما زودنا الفليكشن بدانا نتحرك لفوق في الباتيلا وبدانا نتحرك لتحت في التروكليال سالكس، عكس بعض. عشان كده الالوان معموله كده عشان تقول لنا ان ده 30 اللي هو الموست انفيريور بارت على الباتيلا هو الموست سوبيريور بارت على التروكليير سالكس. يبقى الكونتاكت اريا بتموف بروكسيمال في الباتيلا وبتموف انفيريور وبوستيريور في السالكس، عكس بعض. هي بتموف بروكسيمال مع الباتيلا وبتموف بوستيريور وانفيريور مع التروكليير سالكس. كل ما الكونتاكت بوينت بتزيد كل ما الكونتاكت اريا بتزيد كل ما الفليكشن بيزيد، وبالتالي بيزيد الجوينت رياكشن فورس نتيجه الكونتراكشن بتاع الكوادريسبس، وبالتالي محتاجين السبعة ملي اللي قلنا عليهم بدري في الاناتومي علشان تديسيبيت الستريس اللي موجوده في المفصل ده. لان لو كل الكونتاكت ستريسز دي عاليه وكان الارتيكولار كارتليج ده 1 أو 2 ملي زي ما كل اللي موجود في بقيه الجوينتس، كان ده اتاكل بدري بدري ودخلنا في باتيلو فيمورال ارثرايتس. وكل ما زودنا الرينج اوف موشن بتاع الركبه وزودنا الفليكشن كل ما الكونتاكت اريا اللي عندنا زادت. وده مهم، كل ما الكونتاكت اريا بتاعتنا زادت كل ما الجوينت ستريس قل، لان الجوينت ستريس هو عباره عن الجوينت رياكشن فورس على الكونتاكت اريا. لو انت زودت الكونتاكت اريا هتعمل ايه في الجوينت ستريس؟ هتقلل الجوينت ستريس. عشان كده زي ما قلنا الباتيلا بتتحرك من بروكسيمال ل مور بروكسيمال على الارتيكولار سيرفس بتاعتها، وعلى التروكلير سالكس مور انفيريور وبوستيريور. زي ما شرحنا هنا ادي عند 135 ديجري اخر حتتين. المفروض عند ال 135 دي الاود سيوبركل اللي هي او الاود فاسيت اللي هي اخر واحده، دي هي الوحيده اللي فول فلكشن اللي هي قاعده التشابه بتاعت الصلب، هي دي الوحيده اللي بتبقى لمسه او نقطه الكونتاكت ما بين الباتيلا واللاترال اسبكت بتاع الميديال فيمورال كونتاكت. اخر حاجه، معلش انا صدعتكم وعارف ان الحته دي بايخه وهنحاول يعني بحاول اوصلها لكم على قد ما اقدر. الباتيلو فيمورال جوينت رياكشن فورس، هو ايه الباتيلو فيمورال جوينت رياكشن فورس ده؟ ده الريزلتد كومبريشن فورس نتيجه اللي بتاكت على الجوينت، نتيجه للمسل كونتراكشن، ونتيجه للزاويه بتاعه الجوينت فليكشن. يبقى الباتيلو فيمورال جوينت رياكشن فورس ده بيعتمد او هو الريزلتنج كومبريشن اللي بيأكت على الجوينت ده نتيجه الزاويه اللي خدها المفصل في الفليكشن ونتيجه الكميه بتاعه الكوادريسبس كونتراكشن. الاكتوال ستريس او الاستريس الحقيقي اللي موجود على الجوينت هو ان احنا بنديفايد الجوينت رياكشن فورس على السيرفيس اريا. وعشان كده قلنا كل ما زودنا الني فليكشن احنا زودنا الكونتاكت اريا، وبالتالي قللنا الاكتوال ستريس اللي موجود على الباتيلو فيمورال جوينت. ويبقى ده معناه ان الباتيلو فيمورال جوينت ستريسز لما هتزيد هيحصل ايه؟ باتيلو فيمورال جوينت بين. يبقى انت كل ما زودت الاستريس بتاعه الجوينت رياكشن فورس كل ما زودت الباتيلو فيمورال بين. طب ايه اللي يزود الجوينت ستريس؟ عندنا كذا حاجه، اب نورمال اناتومي او الاينمنت، اب نورمال باتيلر تراكنج، الكاينيتيك تشين او المسل كونتراكشن والمسل بالانس اللي حوالين الجوينت نفسها بقى فيها مشكله، او الاوفر يوز، الناس اللي بتهلك الركبه طلوع ونزول سلالم كتير، واقفه فترات طويله، ماشي على اراضي وعره، زي حاجات زي دي. يبقى اول حاجه الابنورمال اناتومي ده بيساوي التروكلير ديسبليسيا. الابنورمال الاينمنت
اللي هو الباتيلر مال الاينمنت اللي هو اللاتراليزيشن فيكتور، اللي هو عيانين الجينو فالجم المال الاينمنت، عيانين اللي عندهم جينو ريكيرفيتوم، العيانين عندهم انكريزد فيمورال انتي فيرجن، والعيانين اللي عندهم بيس بلانس او فلات فوت، لان وضع الفلات فوت ده بيحول الركبه ازيف انها بقت في جينو فالجم. الابنورمال تراكنج ده بيساوي ان اللوس اوف بالانس ما بين الميديال واللاترال ستراكشر. يبقى الجوينت رياكشن فورس لو عالي قوي هيدخلني في باتيلو فيمورال بين سيندروم، والجوينت رياكشن فورس ده هيعلى نتيجه ابنورمال اناتومي زي التروكلير ديسبليزيا اللي هنشرحها المره الجايه ان شاء الله، ابنورمال الاينمنت نتيجه الابنورمال مال الاينمنت نتيجه الجينو فالجم، نتيجه الانكريزد فيمورال انتي فيرجن او البيس بلانس والفلات فوت، او ابنورمال تراكنج نتيجه اللوس اوف بالانس ما بين الميديال واللاترال ستراكشرز. شكرا يا جماعه. Could joint stress be maximum inflection although wide area of contact? هو زي ما قلنا بقى في اخر الفليكشن بيبقى الكونتاكت فين؟ بتبقى الاود فاسد بس. فانت لما وصلت للاخر انت بقى الاود فاسد هي الكونتاكت اريا الوحيده مع كل الباور بتاع الماسل كونتراكشن اللي حواليها، فانت زودت الجوينت تراكشن فورس على الرغم من ان انت لو باللوجيك كده المفروض ان الحته دي تكون الكونتاكت سيرفيس اريا بتاعتها عاليه قوي، لكن هو كل الكونتاكت في الحته بتاعت الماكسيمم ني فليكشن هي الاود فاسد بس، فهي منطقه صغيره بالمقارنه. هو اعلى حته فيها كونتاكت ما بين في الجوينت هي المسافه اللي من 30 ل 90 ديجري، هي دي الفليكشن، هم دول اللي فيهم اعلى كونتاكت سيرفيس اريا موجود. تمام يا فندم. طيب ممكن نقول تاني بسرعه سريعا يعني لو مش هنتقل على حضرتك، التلت الفرق بين التلت والبلايد؟ البلايد انها بتتحرك سوبيريور وانفيريور، وزي ما قلنا ميديال ولاترال. التلت انك تمسك الباتيلا وتحاول ترفعها من على الميديال سايد، تلتت يعني تمسكها بصوابعك الاثنين وتحاول ترفعها من الباتيلو فيمورال جوينت على الميديال سايد او على اللاترال سايد. فالجلايد يعني زي اتفضل زي ما بقول الجلايد سوبيريور انفيريور ميديو لاترال، حركه راسيه في في في, في سطح متزن. التلت لا، انت هتغير الكلام ده، انت هتمسك على الميديال بوردر وتحاول ترفعه لفوق، فانت بت 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 بترفع وان بوردر او على الاذر سايد على اللاترال سايد. تمام، يعني التلت اللي احنا بنعمله في التوتال ني مثلا ان احنا لما نفتح البناء ده تلت. كده انت مسكتها وقلبتها. ده تلت مش جلايد، يعني عشان اوضحها للناس صح كده؟ جلايد الجلايد الجاست الموشن. عارف برضو احنا في الاكزامينشن ان شاء الله هنتكلم على البلايد تيست. البلايد تيست اللي هو هتحرك الباتيلا كام كوادرنت، بس انت بتحركها في نفس البلين، في نفس الهوريزونتال بلين، انت ما بترفعهاش لفوق. الجلايد على نفس الهوريزونتال بلين، هتحركها ميديال او هتحركها لاترال او سوبيريور او انفيريور في نفس البلين. التلت لا، ده انت هتقلب البلين، انت هترفع الايدج او البوردر وتقلبه. تمام، يعني هي تعتبر، عشان في واحد سائل، يعني تعتبر روتيشن للباتيلا؟ لا، الروتيشن ان الانفيريور بول بتاع الباتيلا يلف ميديال او يلف لاتر، ده معتمد على الاتاتشمنت بتاع الباتيلا تندون في التيبيال تيوبروست. عشان كده لو التيبيا فيها اكسترنال تيبيال تورشن، التيبيال تيوبروست هتلف لاترال او هتلف اكسترنال، وبالتالي انفيريور بول بتاع الباتيلا بالاتاتشمنت بتاعه في الباتيلا تندون هيلف معاك لاتر. دي كده الروتيشن. تمام؟ تمام تمام يا فندم. اعتقد احنا ما فيش غير السؤالين دول، ويعني حضرتك جاوبت عليهم باستفاضه. شكرا يا دكتور عمرو، وان شاء الله نرتب الـ 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 الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم، شكرا شكرا.